طيب احنا هنبدأ النهاردة بأمر الله في النيورولوجي. تمام، النيورو عبارة عن الايه اللي هو السنترال نيرف سيستم والبريفرال نيرف سيستم. تعالوا كده نتكلم شوية، نتسلى في الايه في البيزكس بتاعت النيورولوجي اللي بيقولوا عليها الايه النيورو اناتومي. طيب تعالوا نتكلم عن السي ان اس. السنترال نيرف سيستم عبارة عن اما انتراكرينيال او البارت اوف سباينال كورد، سباينال كورد او سباينال بارت. بس CNS عبارة عن ال intracranial part ال spinal cord. طيب intracranial part عبارة عن ال two cerebral hemispheres، ال basal ganglia والبرين ستيم والسيريبيلوم. التو سيريبرال هيمسفيرز عباره عن ارياز، تمام، اللي زي الفرونتال البارايتال التمبرال الاوكسيبيتال، هنتكلم عليهم بعدين بالفانكشن بتاعتهم. تمام، التو سيريبرال هيمسفيرز كونكتد تو ايتش اذر باي كوربس كالوزم. طيب السيريبرال لوب او اتش لوب او اتش بارت اوف سيريبرال هيمسفير عباره عن اوتر جراي ماتر وانر وايت ماتر. الاوتر جراي ماتر دي فيها النيرف سيل، الجراي ماتر فيها النيرف سيل. الانر وايت ماتر دي فيها الايه النيرف فايبر، للنيرف ايه فايبر. النيرف سيل يعني دي السايت اوف كنترول، والنيرف فايبر يبقى ده السايت اوف كوندكشن، سايت اوف ايه اوف كوندكشن للايه للامبلس. طيب البيزل جانجليا او البيزل جانجليا نيوكلياي اللي هي اسمها الايه الكوديت لوب، وعندنا الجلوبس باليدس والبيوتامين. فالكوديت والجلوبس باليدس والايه والبيوتامين. طيب في حاجه تانية غير البيزل جانجلي اللي هو الايه الثلامس، الهايبوثلامس، تمام، والسب ثلامس. دول اللي بنقول عليهم الايه الاكسترا بيراميد، البيزل جانجلي والثلامس والهايبوثلامس والبيزل جانجلي النيوكليوي اللي هي البيوتامين والكوديت والجلوبس ايه باليدس. طب البرين ستيم زي ما احنا عارفين عباره عن ثلاث اجزاء، من فوق لتحت الميد برين، الميدلا البونز اسف، بعدين ميدلا اوبلونجيت، بعدين الايه الميدلا اوبلونجيت. طيب الفانكشن بتاعت البرين ستيم بيطلع منهم الموتور نيوكلياي، بيطلع منهم الايه الموتور نيوكلياي. الميد برين بيطلع منه موتور نيوكلياي بتاعت كرينيال نيرف 3 و4، هنقولهم كل ده. احنا هناخد بس ايه معلومات عامه كده، وهنقول بالتفصيل في كل ايه في كل مكان. البونز الموتور نيوكلاي بتاع خامس والسادس والسابع، الميدالا اوبلونجاتا التاسع العاشر ال11 ال12. طيب واحد واثنين وثمانيه ما لهمش موتور نيوكلاي، واحد واثنين وثمانيه ما لهمش ايه موتور نيوكلاي. تمام، خلاص. يبقى الموتور نيوكلياي بتاع 3 و4 بيطلع من الميد برين، موتور نيوكلياي بتاع 5 و6 و7 بيطلع من البونز، 9 و10 و11 و12 بيطلع من الايه الميدلا اوبلونجيت. ده يفرق معايا ايه لما يجي لي مثلا، يعني دي حاجات اكبر كده في الماستر والام دي ماجستير والدكتوراه، بيقول لك حدد لي السايت اوف انجري. تمام، دي ممكن تيجي لنا سؤال ام سي كيو، انما في بتبقى ايه بس بقى سؤال بسيط،
انما في الامتحانات الماجستير دايما النيورو بيبقى تقيل في الايه ماجستير ودكتوراه، البكالوريوس اندر جراديويت تبقى حاجات ايه، حاجات عناوين، حاجات بسيطه. طيب بعد كده قلنا التو سيريبرال هيمسفير، قلنا ال هيمسفير بيزن جانجليا برين ستيم السيريبيلم. السيريبيلم ده بيبقى موجود فين؟ في البوستيرير كرينيال فوس، لو تحت ورا الايه السيريبيل السيريبرال تو سيريبرال هيمسفيرز والايه والبرين ستيم باك اند بيهايند اند باك اند ايه باك اند بوتوم، يعني تحت ومن ورا الايه سيريبرال التو سيريبرال هيمسفير اللي احنا بنقول عليه البوستيرير بوستير كرينيال فوس. يبقى ده الانترا كرينيال سمبلي. طيب نروح على السباينال كورد او السباينال بارت، سباينال بارت ده هو السباينال كورد. السباينال كورد ده ماشي في السباينال كانال، طيب بيخلص عند اللور بوردر اوف فيرست لمبر فيرتبري، يعني لمبر 1 لور بوردر اوف ايه اوف ال 1 تمام. وبعد كده تظهر الايه يكمل ككودا اكوينا، كودا ايه اكوين. طيب السباينال كورد عباره عن سيجمنت اللي هم السيرفايكل الثوراسيك او بيتقال عليها الدورزل اللمبر والسيكرال. سيرفايكل 8 ثوراسيك 12 اللمبر 5 والسيكرال 5. سيرفايكل 8 وثوراسيك 12 اللمبر 5 والسيكرال 5. المعلومات البسيطه دي ممكن تيجي ايه تيجي تيجي ام اس كيو. طيب الكونس احنا قلنا بعد كده يكمل ككودا اكوينا، في حاجه اسمها كونس ميدلارس. ايه الكونس ميدلارس ده؟ الكونس ميدلارس ده اللور 3 سيجمنت اوف سباينال كورد اللي هو اس 3 4 5 lower 3 segment of the spinal cord. السباينال كورد برضه نفس الكلام، عباره عن gray matter white ايه؟ white matter تمام؟ بس gray matter جوه والwhite matter بره. يعني ايه؟ عكس ال CNS، ال CNS قلنا ال gray بره والwhite جوه. لا السباينال كورد ال gray matter جوه والwhite matter بره. والwhite matter قلنا دي عباره عن nerve fiber، والجري ماتر قلنا دي عباره عن ايه؟ عن النيوكليون، عن الايه؟ عن النيوكليون. جري ماتر بتعمل لي تو انتيرير هورن وتو بوستيرير هورن. جري ماتر تعمل لنا التو انتيرير هورن تمام؟ والتو بوستيرير ايه؟ والتو بوستيرير هورن. التو انتيرير هورن ليها موتور فانكشن. التو بوستيرير هورن دي ليها ايه؟ ليها سنسوري فانكشن. ده الايه؟ ده البوستيرير هورن وده الانتيرير ايه؟ الانتيرير هورن. طيب السباينال كورد بتمشي فيها التراكت. التراكت بتاعت السباينال كورد اللي هي البيراميدال والاكسترا بيراميدال، كل ده هنقولهم في التراكت واحده واحده. والسيريبيلو سباينال، سيريبيلو سباينال بيراميدال اكسترا بيراميدال سيريبيلو ايه سيريبيلو سباينال. اكسترا بيراميدال زي الايه البوستيرير كولمن او الدورز الكولمن تمام. طيب احنا قلنا السباينال كورد بيقف عند ال1 وتكمل ككودا كودا اكوينا. كودا اكوينا ده عباره عن ايه؟ كودا اكوينا ده عباره عن كولكشن. كودا اكوينا كولكشن اوف لور بارت اوف سبينال كانال، كولكشن اوف لامبو سيكرال روتس، لامبو سيكرال ايه
خلاص بيبدأ بعد افتر ال1 اللور بوردر اوف ال1 دي الكودا ايكوين عباره عن اللامبو سيكرال روتس تجمع وتعمل لك الايه الكودا 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 ايكوين تمام يبقى ده سيمبلي كده الايه السي ان اس السيريبرال بارت والسباينال ايه والسباينال كورد طيب تعالوا ناخد كده الموتور سيستم الموتور سيستم بيبقى كنترولد بالبيراميدال اكسترا بيراميدال ادي البيراميدال اكسترا بيراميدال السيريبيلم دي الحاجات اللي بتعمل كنترول للموتور ايه سيستم واللور موتور نيورون نور موتور ايه نيورون طيب البيراميدال سيستم ده اللي احنا بنقول عليه الابر الابر موتور نيورون الابر موتور ايه الابر موتور والاكسترا بيراميدال قلنا من شويه ده الايه البيزل بيطلع من البيزل جانجليا والسيريبيلم واللور موتور نيورون بيطلع من الانتيرير هورن سيل زي ما قلنا من شويه في الايه في الجري ماتر الانتيرير هورن سيل ممكن حاجات البسيط دي زي ما اقول لك تيجي ايه تيجي ام اس كيو تيجي ام اس كيو طيب الاوريجن في بتاعه البيراميدال في البيراميدال في الـ في الـ في السيريبرال كورتكس عند اريا 4 اللي بيتقال عليها الموتور اريا واريا 6 بيطلع عليها البري موتور اريا باريا 4 واريا 6 تطلع الفايبرز تمام وتمشي في البيراميدال تراكت لحد ما تنتهي فين تنتهي في الانتيرير هورن سيل يبقى الاوريجن في السيريبرال كورتكس اريا 4 والبري موتور اريا 6 وتخلص فين في الانتيرير انتيرير هورن سيل تمام بيتحكم في الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي يتحكم في الايه في الاوبوزيت سايد اوبوزيت سايد اوف ذا ايه اوف ذا بودي طيب الفانكشن بتاعته انيشيات الموتور فولنتري موفمنت انيشيات الفولنتري ايه الفولنتري موفمنت نمره 1 نمره 2 بيعمل سبريشن او انهيبيشن للديب ريفلكسز نمره 3 بيقلل الموتور تون عشان كده لما يبقى في بيراميدال ليجن بيبقى في لوس اوف موتور اكتيفيتي exaggerated reflexes exaggerated muscle tone احنا بنقول عليها هايبر ريفلكسيا وهايبر ايه هايبر تون طيب الاكسترا بيراميدال قلنا بيطلع من البيزل جانجليا بينتهي فين نفس الكلام في الانتيرير هورن سيلز انتيرير ايه هورن سيل بيتحكم في الايه في الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي اوبوزيت سايد اوف ذا بودي طيب ده بيعمل ايه بيعمل ادجستمنت للموفمنت او للاوردر اللي جايه من البيراميدال من البيراميدال تراك فبيعمل البيراميدال يعمل انيشيشن انما ده بيعمل ريجوليشن ريجوليشن طيب ده نمره واحد نمره اثنين الاكسترا بيراميدال دايما انفولفد في الايموشنال ايموشنال ايه ايموشنال ريسبونس الايموشنال ايه الايموشنال ريسبونس نمره ثلاثه برضه بيساعد في الانهبيشن اوف ايه اوف ماسل تون انهبيشن اوف ماسل تون يبقى الاثنين دول بيكونترول الايه ال الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي طيب السيريبيلم بيطلع من السيريبيلم طب بيكونترول ذا سيم سايد طيب بينتهي فين في الانتير هورن سيل بيكونترول ايه سيم سايد اوف ذا بودي سيم سايد اوف ايه اوف ذا بودي سيم سايد اوف ذا طيب ده بيعمل بيدي انيشيات او بيدي اوردر للفولنتري ده بيعمل ريجوليشن تمام انما ده بيعمل السيريبيلم بيعمل ايه كوردينيشن كوردينيشن للايه للفولنتري موتور اكتيفيتي فولنتري موتور نمره 2 اللي هو بيهلب الايه الايكوليبريم بيمينتين الايكوليبريم او بيهلب الايه الايكوليبريم تمام طيب اللور موتور نيورون بيطلع من الانتيرور هورن سيل اللي موجوده في كل الليفلز بتاعت السباينال كورد وبرده انفولفد في الفولنتري موتور اكتيفيتي طيب عباره عن ايه اللور موتور؟ اللور موتور نيورون
لور مودرن عباره عن يبدا من الانتير هورن سيل، بعد كده البريفرال نيرف، بعد كده النيورو ماسكولار جانكشن، النيورو ماسكولار جانكشن، بعد كده الايه المصل. بعد كده الايه طيب يبقى ده الموتور سيستم سيمبلي. طيب تعال نشوف الموتور باس واي. خد الموتور سيستم ناخد الايه الباس واي اللي هو بيبدا منين. ما احنا زي ما احنا قلنا هنا بيبدا من بيراميدال تراكت، بيراميدال اريا ابر موتور، يمشي في البيراميدال تراكت المفروض لحد ما يوصل للانتيرير هورن سيل، بعد كده يبدا الايه اللور موتور نيورون. تمام، والاكسترا بيراميدال والسيريبيلم بيخدموا على الايه على البيراميدال ايه على البيراميدال تراكت. طيب تعال نقول كده الابر، يبقى احنا قلنا الموتور باس واي عباره عن ابر موتور نيورون واكسترا بيراميدال سيريبيلم لور موتور نيورون. الاصل بتاعنا الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون واللي بيخدم عليهم السيريبيلم والايه والاكسترا بيراميدال اللي هي البيزنج. طيب الابر موتور نيورون بيبدا منين؟ قلنا من الموتور اريا 4 ومعاها البري موتور اريا 6. طيب تطلع الفايبرز من البيراميدال سيلز، تطلع من البيراميدال سيلز اسمها البيدز سيلز. بيتزا سيلز. تمام، من الموتور اريا مينلي وشويه من الايه اريا 6 من البري موتور. تمشي الفايبرز بعد الموتور اريا تروح فين؟ على الانترنال كبسول. الفايبرز تمام تروح على الانترنال كبسول، تروح على الايه على الانترنال التنل كبسول. التنل كبسول دي موجوده في الايه في الوايت ماتر، في الايه في الديبس بتاع الايه بتاع السريبرال كورتكس. تمام، طيب من الانترنال كبسول هتروح على البرين، على البرين ستيم. الانترنال كبسول هتروح على الايه على البرين، على البرين سيم، بس في الاوبوزيت. لا كده احنا ماشيين في الايه في السيم سايد، احنا فوق في البرين. يعني مثلا هنقول ادي السريبرال هيمسفير، تمام، وادي الايه الانترنال كبسول، هي طالعه من هنا الموتور اريا، تمشي في الانترنال كبسول، بعد كده تروح على الايه على البرين ستيم. بيحصل كروسنج في الايه في البرين، في البرين ستيم في اللور مظله، في اللور مظله يحصل كروسنج تو ذا اوبزيت سايد في اللور مظله اوبلنجيت. انترنال كبسول للبرين ستيم، تمام، دي بيتقال عليها في البرين ستيم يتقال عليها الكورتيكو بلبر تراكت. كورتيكو بلبر تراكت ليه كورتيكو بلبر؟ لانها بتسبلاي الموتور نيوكلياي، موتور نيوكلياي اوف ذا برين ستيم اللي احنا قلنا عليها ايه اللي قلنا عليها من شويه. تمام، والسبلاي للموتور نيوكلياي بيبقى بايلاترال، تدي الناحيتين ما عدا اللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكليس اللي هو السيفنت كرينيال نيرف والهايبوجلوسال نيرف والكرينيال نيرف مباشره. يبقى الكورتيكو بامبر تراكت تدي الموتور نيوكلياي اللي في البرين ستيم اللي احنا قلنا عليها من شويه بايلاترال، بايلاترال سبلاي، بايلاترال سبلاي. يعني لو خدنا الحته دي وكبرناها كده وقلنا ده الميد برين، البرين ستيم، وده ميد برين البونز المضله اوبلونجاتا، هي ادي كده الرايت والليفت، احنا جايين من الجزء الرايت، يبقى هتمشي كده لحد اللور مضله وبعد كده تدخل السباينال كورد كروسنج للايه للاوبوزيت سايد. وهي ماشيه هنا تدي كورتيكو بلبر تراكت على الناحيتين للايه للموتور نيوكليوي. تمام،
ما عدا اللور هاف اوف ذا فيشال نيوكليس اللي هي السيفنث كرينيال نيرف نيوكلياي والهايبوجلوسال نيوكليس اونلي فروم ذا اي اوبوزيت سايد مش ذا سيم سايد تبقى سبلايد من الايه من الاوبوزيت اوبوزيت سايد نوت فروم ذا سيم نوت فروم ذا سيم. طيب تمشي البيراميدال تراكت 85% من الفايبرز كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد في السباينال كورد تمام وال 15% بيمشي ايه في السيم سايد سيم سايد بس موست اوف ذا فايبرز بيبقى ايه كروسنج. طيب في السباينال كورد الكنال بنقول عليه او التراكت بنقول عليه كورتيكو سباينال تراكت بينزل يسبلاي الايه الانتيرير هورن سيل عند كل الايه عند كل الليفلز ده بنقول عليه. يبقى هنا في البرين ستيم بنقول عليه كورتيكو بلبر عشان بتسبلاي كرينيال نيرف نيوكلياي بنقول عليها البلبر نيوكلياي. في السباينال كورد بنقول عليها ايه كورتيكو سباينال كورتيكو سباينال لان الفايبرز اللي هي موست اوف ذا فايبرز كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد عند اللور ميدلا تمشي في السباينال كورد بتسبلاي الانتير هورن سيل اوف ذا ايه of the opposite side اللي هي الناحية دي اللي هو same side بتاع الايه؟ بتاع same track same side بتاع same track دي عشان كده بيتقال كورتيكو سباينال كورتيكو سباينال. بعد ما تطلع من كورتيكو سباينال خلاص يطلع بعد كده الايه؟ اللور موتور نيورون اللي هو بيتكون من الانتير هورن سيل بعد كده بريفرال نيرف بريفرال نيرف يروح قبل ما يدخل في المصل يعمل جنكشن ما بين البريفرال نيرف اندنجز والمصل بيتقال عليها نيورو ماسكولار جنكشن واخر حاجه الفولنتري ايه الفولنتري مصر تمام. يبقى ده الايه ده الموتور ده الموتور الموتور باثوي الموتور ايه الموتور باثوي تمام. طيب طيب تعالوا يعني ايه عشان نربط الكلام اللي احنا بنقوله بالكلينيكال تعالوا نقول الفرق ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن upper motor neuron lesion واللور موتور نمرة واحد الباور المسل باور كل الأحوال بيبقى في ويكنس سواء كان في الأبر تمام او في الايه او في اللور بس الويكنس اللي في الابر موتور نيورو ليجن دايما بيبقى بيلو الليفل اوف ليجن تمام. انما الويكنس اللي في اللور موتور نيورو ليجن بيبقى ات ذا سيم ليفل اوف ذا ليجن بيبقى ات ذا سيم ليفل ات ذا سيم ليفل اوف ذا ليجن سيم ليفل same level of a of the lesion same level of the lesion. طيب نمرة واحد نمرة اثنين المفصل المفصل قلنا الباور نقول الويستنج يعني ايه التكستشر او مثلا الويستنج اللي هو مش الضعف لا اللي هو المسل سايز. الويستنج الابر موتور نيورون بيبقى فيه wasting but late. Late wasting. إنما اللور موتور نيورون بيبقى فيه wasting لكنه early. Early. ده بيبقى يعني إيه mild to moderate wasting ده بيبقى إيه severe wasting. Severe ends. طيب التون. زي ما إحنا قلنا من شوية الـ upper motor neuron بيعمل suppression للتون. تمام فلو اتشال الابر موتور نيورون ليجن افكت هيبقى فيه هايبرتونيا تون بيزيد. انما في اللور موتور نيورون ليجن دايما هيبقى فيه فلاسيد بيقل التون. طيب الريفلكس يعني لما مثلا نجيب الهامر ونخبط على الايه على التندون نعمل الديب تندون ريفلكس دايما ده بيعمل سبريشن فتلاقي الديب تندون ريفلكس ايه اكزاجريتد. في اللور موتور نيورون دايما بيبقى فيه لوست ده بنقول عليها هايبو ريفلكسيا
عشان كده قلنا في الابر موتور نيورون في البيراميدال هايبر ريفلكسيا وهايبر تونيا، هايبر ريفلكسيا وهايبر ايه هايبر تونيا. تمام، ده مبدئيا لحد الجزء اللي احنا قلناه اللي هو الايه الفرق ما بين اللور موتور نيورون ليجن والابر موتور نيورون ايه ليجن. في حاجه ثانيه زي الكلونس، كلونس اللي هو ريبيتيتيف كونتراكشن في الايه في المصل، ممكن يظهر في الهاند او في الايه لما تعمل ستريتش للفوت او تعمل ستريتش للهاند وتسيبها صدرلي، يعني حصل صدن ريليز الستريتشد هاند او فوت، ده بيدينا الايه الكلونس. الكلونس ده بيبقى موجود في الابر موتور نيورون ليجن وابسنت في الايه في اللور موتور، في اللور موتور نيورون ايه النيورون ايه ليجن. طيب احنا كده قلنا الموتور، الموتور سيستم. تعالوا نقول كلمتين على الايه على السنسوري، سنسوري سيستم. دي اخر حاجه هنقولها النهارده في الايه في النيورو اناتومي. هنمشي واحده واحده في النيورو زي الكارديو كده ولا ناخد كلمتين كلمتين، بس النيورو بسيط يعني مش كبير زي الايه زي الكارديو، يعني لان هو حتى زي ما بقول لك الكلينيكال لازم تلاقي حاله نيورو ده مهم، انما النظري يجي ام اس كيو ماشي، هتيجي اجزاء من يعني اسئله ام اس كيو، انما الكيس ممكن يجي الامتحان كله من غير كيس ايه كيس نيورو، او ممكن تيجي نيورو بس تبقى كيس سهله يعني زي الستروك الهيموبليجيا الجوانباري الحاجات بتاعت النيورو ماسكولر زي المايثينيا جريفيس، يعني تبقى حالات معروفه وسهله والأسئلة فيها بسيطة. طيب تعال نقول السنسوري، سنسوري سنسيشن أو سنسوري سيستم. أنا عندي ثلاث أنواع من السنسيشن، إما سوماتيك أو فيسرال أو السبيشيال سنسيشن. إما سوماتيك أو فيسرال أو السبيشيال. السبيشيال سنسيشن دي اللي هي الإيه؟ الفيجن والهيرنج والسميل. خلاص دي هنشرحها في الكرينيال ايه؟ هنشرحها في الكرينيال نيرف. طيب الفيسرال سنسيشن عباره عن اوتونوميك، اوتونوميك نيرف سبلاي، اوتونوميك ايه؟ نيرف سبلاي زي الايه؟ زي الهارت والايه والانتستن. الهارت والانتستن سبلايد بالايه؟ اللي هو الانترنال فيسرا، الانترنال فيسرا دايما سبلايد بالاوتونوميك نيرف. انما السوماتيك سنسيشن اللي هي بتبقى كاريد باي سوماتيك نيرف كونتاكتد للسينس سوماتيك نيرف، اللي هي عباره عن ايه سوماتيك سنسيشن؟ عباره عن سوبرفيشال سنسيشن او الديب سنسيشن او الكورتيكال سنسيشن. سوبرفيشال او الديب او الكورتيكال سنسيشن، superficial sensation أو deep sensation. superficial sensation زي pain أو touch أو temperature. deep sensation زي sense زي vibration sense أو joint position اسمه joint sense أو muscle sense. في حاجة اسمها نيرف سينس كمان. نعم اللي بنحتاجه كتير الفايبريشن والجوينت وشوية المصل دي. كورتيكال سنسيشن زي حاجة اسمها تاكتايل لوكاليزيشن. وتو بوينت ديسكريميشن، تو بوينت ديسكريميشن. تمام. حاجة اسمها الستيريوجنوزس. يعني حاجه اسمها جرافوسيزيا مش مشكله، انما التكتايل التو بوينت ستيريوجنوزس احنا بنستخدمهم في الايه في الكلينيكال اكزامينشن عشان نشوف السوماتيك كورتيكال سنسيشن افكتد ولا ايه ولا لا، زي ما نشوف البين والتاتش وشويه التمبريتشر ونشوف الفايبريشن والجوينت وشويه المصل، ما بننساش لازم ما ننساش التكتايل لوكاليزيشن تو بوينت ديسكريميشن
والايه والاستيريو والاستيريوموز. طيب تعال نشوف كده الباسواي بتاع السوبرفيشال سنسيشن. خد بالك احنا قلنا البيراميدال والاكسترا بيراميدال من فوق لتحت، انما السنسيشن من تحت لفوق. من تحت لفوق يعني ايه؟ يعني يبدا بحاجه اسمها فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، والثيرد اوردر نيورون. طيب الفيرست والثير والثيرد ثابتين. فيرست اوردر نيورون دايما البوستيري روت، النيرف فايبر، النيرف اندينجز، بريفرال نيرف لحد البوستيرير ايه، بوستيرير روت اوف ذا سيم سايد. طيب الثيرد اوردر نيورون ده بيبدا من الثالامس، او الثيرد اوردر بيبقى في الايه، الثالامس. الثيرد اوردر نيورون بيبدا من الايه، من الثالامس ويروح على البارايتال لوب. تمام، يروح على الايه، على البارايتال ايه، البارايتال لوب، خلال برضو الايه، الانترنال كبسول. يروح على البارايتال لوب خلال الانترنال كبسول. طيب يبقى الفيرست اوردر نيورون ثابت، البوستيري البريفرال نيرف، بريفرال نيرف لحد الايه، البوستيري روت اوف ذا سيم سايد، اوف ذا سيم سايد. والثيرد اوردر نيورون بيبدا من الثالاموس، النيوكليا بتاعه الثالاموس، ويبعت نيرف لحد الايه، لحد البارايتال ايه، لحد البارايتال لوب of the A of the opposite side. Opposite side. طيب السكند اوردر اللي في النص بيختلف على حسب الايه، على حسب السنسيشن زي ما هنقول دلوقتي. طيب نشوف كده الجنرال باثواي. فيرست اوردر نيورون اون البريفرال نيرف لحد البوستيرير روت جانجليا. تمام، ده اسمه الايه، الايفرنت سنسوري، الايفرنت. تمام، طيب السكند اوردر نيورون بيبدا من البوستيرير روت جانجليون ويمشي ان ذا سيم سايد اوف ذا سباينال كورد. لا انا اوعى تقول يمشي ان سمس، لا ده على طول كروسنج تو ذا اوبسيت سايد. يبقى البوستيريور روت النيرف بريفرال نيرف يدخل بوستيريور روت، بوستيريور روت جانجليا. تمام، بعد كده يطلع على الايه، يروح على الاوبوزيت سايد ويطلع في اللاترال سباينوثالاميك تراكت، يعمل لنا الايه، اللاترال سباينوثالاميك تراكت. يبقى هو بيطلع بيمشي من الايه، سيم سايد ماشي، بعد كده بعد ما يعمل ريلي في البوستيريور روت جانجلي يخرج من البوستيريور جانجلي على طول اوبزيت، يعمل لي اللاترال سباينوثالاميك تراكت، تروح تو ريلي في الثالاموس، من الثالاموس يروح على الايه، على يطلع الثيرد اوردر نيورون على الفرونتال لوب، يمشي عن طريق الانترنال كبسول. مفيش نيرف فايبر يدخل او يخرج ويوصل للكورتكس الا عن طريق الايه، الانترنال كبسول. طيب التاتش، التاتش في حاجه اسمها فاين تاتش، في كرو تاتش. الفاين تاتش بيبقى زيه زي الديب سنسيشن زي ما هنقول دلوقتي، انما الكروت تاتش اللي انت بتجيب القطن تمام وتحسس على الايه، على العيان، اسمه كروت تاتش. ده نفس الباسواي بتاع البين اند تمبريتشر. يبقى البين والتمبريتشر والكروت تاتش نفس الايه، نفس الباسواي. طيب الفيرست اوردر نيورون واحد، طيب السكند اوردر نيورون هو اللي بيختلف. تمام، بدل ما يمشي في اللاترال
سباينو سلامك، لا ده بيمشي في حاجه اسمها الفنترال سباينو سلامك، فنترال سباينو سلامك دايركت اوف ذا اوبوزيت سايد برضه. اوبوزيت سايد. يبقى الكروسنج فايبرز من البوستيري روت جانجري بيعمل لي معظم الفايبرز بتروح على الايه؟ على اللاترال سباينو، وسام فايبرز تمام تعمل لي الفنترال سباينو سيراميك الاوبوزيت سايد برضو، دي بتشيل الكروت تاتش والبين والبين والتمبريتشر. طيب الديب سنسيشن الفيرست اوردر نيورون اللي هي ديب سنسيشن وسباين تاتش. فيرست اوردر نيورون واحد بوستيري روت فايبر تروح على البوستيري روت ايه؟ جانجرين. طيب بعد البوستيري روت جانجرين ده بقى بيمشي في السيم سايد، يبقى الكروت تاتش بين تمبريتشر بيروح الاوبزيت ايه؟ اوبزيت سايد. يمشي في السيم سايد عن طريق حاجه اسمها جراسيل اند كنييت تراكت تمام؟ في الايه؟ يعمل لي البوستيريور كولن او الدورز الكولن اللي هو الديب سنسيشن. جلاسيلور كنييت نيوكليوس في المظلة، يبقى جلاسيل كنييت تراكت على جلاسيلور كنييت نيوكليوس في في المظلة. طيب بعد كده الفايبر من الجلاسيل كنييت نيوكلياي كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد تمام من الايه؟ من الـ من الـ من المظلة. يبقى المظلة crossing to the opposite side يعمل لي حاجه اسمها الميديال لمينيسكس، يعمل لي حاجه اسمها الميديال لمينيسكس يوصل لحد الثلمس، ومن الثلمس يروح للايه؟ برضه للاوبوزيت انترنال كبسول للاوبوزيت بارايتال. يبقى البوستيريور كولن بيروح من البوستيريور نيرف حلو حد البوستيريور روت جانجري، بعد كده يروح على الايه؟ على السيم سايد جراسيل اند كنييت تراكت في المظله اوبلونجاتا جلاسيل اند كنييت نيوكليس، بعد كده يروح على الايه؟ كروسنج من المظله تو ذا اوبوزيت سايد يدينا اللاترال الميديال لمينيسكس، يروح على الثلمس ومن الثلمس للبارايتال لوب عن طريق الانترنال كبسول، عن طريق الانترنال كبسول. يبقى ده دي البدايه النهارده بتاعت النيورو. المرة الجاية بأمر الله هنتكلم عن الأريز بتاعت السريبرال كورتكس تمام، وندخل بقى واحدة واحدة بقى في الإيه؟ في النيورولوجيك ديز أوردر. نبدأ بالكرينيال نيرف واحدة واحدة. يبقى ده الإيه؟ ده الجزء بتاع النيورو بتاعنا. هنمشي برضه إن شاء الله هخلصه على يعني أول أسبوع في 9 كتير قوي يكون النيورو خلصان بأسلوب سهل ولذيذ، لأن هو لو عقدنا نفسنا في النيورو هنعقد الإيه؟ هنعقد الدنيا. طيب تعالوا كده ناخد كلمتين عن الاكيوت كيدني انجري. احنا كنا بنقول عليه زمان اكيوت رينال فيلير، اكيوت رينال ايه؟ رينال فيلير. اكيوت كيدني انجري او الاكيوت رينال فيلير بنقول عليه الديفينيشن بتاعنا رابيد ديتيريوريشن ان رينال فانكشن، رابيد ديتيريوريشن ان ايه؟ ان رينال رينال فانكشن. طيب in a short time، in a short time يوجد اقل من 3 او اقل من 3 ل 6 شهور. في ناس بتقول لك ان السيرم كرياتينين ممكن يعلى 50% من البيز لاين، 50% من البيز لاين اعتبره اكيد كلينيكال، يعني البيز لاين كرياتينين بتاع العيان 0.5، لقيت الكرياتينين بتاعي بقى اكتر من 0.50% 0.5 0.5 اكتر من 0.5 75%، او الكرياتين بتاع المريض 1 لقيته بقى ايه؟ اكتر من 1 ايه؟ اكتر من 1.5. ممكن يبقى في دايز اقل منه، مش لازم يبقى في دايز، صح لازم يبقى فيه في ايام، ممكن يبقى اسبوع اسبوعين شهر شهرين تمام. طيب في كلاسيفيكيشن اسمه رايفل classification او rifle criteria تمام. الرايفل دي اختصار انا هقولها بس ايه ما تحفظوهاش، لان يعني في كذا classification وكذا stage. حاجه اسمها
كي دي اي جي او ستيجن، وفي حاجه اسمها رايفل كرايتيريا او رايفل كلاسيفيكيشن اكيد كيدني انجري. انا هقولها بس ما ايه من لان فيها ارقام ما نحفظهاش كتير. احنا الامتحان بالظبط حرفيا لو عين جالنا بقى كيدني انجري بيقول لك ايه ال what's your diagnosis and verify your diagnosis، ايه ال investigation، ايه ال etiology، ايه ال pathophysiology مثلا لو ده acute tubular necrosis، ايه ال lines of treatment. والامتحان في النفرو بسيط جدا، مسألة تبقى معروفة ال acute kidney injury، ال chronic kidney disease، German phrase. دي أسئلة الإيه؟ أسئلة النفرو. 90% من الامتحانات اللي جت قبل كده acute kidney injury، chronic kidney disease، والإيه والنفروتك أو النفروتك. وفي الآخر خالص هقول لك إن الانفستيجيشن بتاعت النفرولوجيك ديزوردر أو الرينال ديزوردر كلها واحد، العناوين واحدة وأنت بتفل إن ذا سبيس. كلام سهل وإيه؟ إحنا خلاص بعد ما خلصنا الجي آي والهيباتولوجي والكارديو والإندوكراين والريسبيراتوري اعتبر نفسك خلصت منه. الهيماتولوجي والروماتولوجي كلام سهل يخلصوا ان شاء الله في يومين ثلاثة بالكتير. الانفكشنز والإيمينولوجي على أبسط ما يكون يخلص نفس الكلام زي يومين ثلاثة تمام. والنيورو بسيط، ممكن أصلا تدخل المنسن ما تشوفش النيورو اللي في الكلينيكال وكم سؤال MCQ تمام. ولو جات أسئلة في الامتحان زي ما أقول لك إما إنفكشن من الجايتس أو الجوانبري أو المايثلينيا الستروك لو فكلام إيه كلام يعني من دلوقتي ورايح أبدأ أراجع في اللي فات واللي جاي كله سهل لأن السكيمة واحدة. طيب الرايفل R يعني ريسك، I injury F failure L plus E instigation. طيب ال R risk يعني العيان في ريسك للأكيد كيدني انجري، تلاقي الكرياتينين بتاع العيان زاد او ال GFR. خلينا دايما عن GFR. GFR قل ب 25% اكتر من 25%، او في ناس تقول الكرياتينين زاد ب 1.5 ماشي 6 ساعات. طيب انجري يعني بيزيد الكرياتينين 2-fold مرتين، او ال GFR بيقل اكتر من 50% في 12 ساعة. ال GFR اقل من 50%، 6 ساعات وال 12 ساعة الاوقات دي ريليتد اكتر لليورين اوتبوت. ان مثلا الريسك بيقل لليورين اوتبوت باقل من 0.5 نص ملي بير كي جي 6 ساعات، او اليورين اوتبوت اقل من نص ملي بير كي جي بير اور في الايه في 12 ساعة. ده الايه الريسك ميجر. تلاقي ارقام كتير عشان كده بقول لك ما تحفظهاش. ليه؟ ما تتسالش فيها. دي بنتسال فيها احنا في الماجستير والدكتوراه. تمام؟ بس انا هقولها لك يعني عشان لو قريتها، لانها هتلاقيها مكتوبه في كل الكتب. هتلاقيها مكتوبه يعني بس ما ايه؟ ما تهتمش بيها. اعرف ان في حاجه اسمها ريسك كاتيك كرايتيريا، الاي اسمها رايفل كرايتيريا، الار ريسك، الاي انجري، الاف فيلير يعني الجي اف ار قل باكثر من 75%، او اليورين اوتبوت بقى اقل من نص ملي بير كي جي بير اور في 24، او بقى خلاص دخلنا على كومبليت كيدني لوس، الموضوع العين بقى دخل على ايه؟ على دياليسيز لان حصل ديتريشن كيدني فانكشن اكثر من 4 اسابيع، بعد كده اند ستيج رينال ديزيز لو اكثر من 3 او من 3 شهور. تمام؟ دي الرايفل ايه؟ رايفل كرايتيريا. في حاجه اسمها لو قالوا له في اي كلاسيفيكيشن تاني كي دي اي
جي او كيجي من على الايه كيجي. تمام. لكن ديزيز انفولفينج جلوبال اوتكم يعني كلام كبير شويه. طيب تعال نقول ايه التايمز بتاعت ايه اكيوت كيدني انجري. الموضوع بتاع الكيدني في بلاد سبلاي عن طريق الرينال ارتري بيتعمل لك جلوميرولار تاكت. تمام ده الاخر ويطلع منه الاي ال اي فلويد. جلوميرولار تاكت والبديل ايه جلوميرولس تحصل عن طريق الفلتريشن. الفلتريشن بيروح على الرينال توبيول. تمام البروكسيمال واللوب اوف هنلي بعد كده الديستال ديستال كونفيولوتد تبيول بعد كده الكولكتنج داكت. تمام اللي بيصب في الاخر في الرينال بلفس لو بيروح على الايه اليوريتر واليورينال داكت. في الاخر ده اليوريتر واليورينال داكت. طيب فبنقسم الأكيد كدني إنجري لثلاث إيه؟ ثلاثة على حسب الإيتيولوجي ثلاث حاجات. إما الرينا يعني كل ما قبل الرينا أو حاجة إنترنسك رينا رينا بتشمل الرينا والإيه وال والجلوميرولاي والتوبيول والحاجه اللي ماشيه فيها التوبيول اللي بنقول عليها الانسوستيشن. يبقى دي بتشمل الرينال ارتري والجلوميرولس والانترستيشن. البوست رينال بتشمل اليوريتر واليورينري بلادر واليوريثر. طيب البوست رينال اللي هو اي اوبستراكشن يعني ايه اي اوبستراكشن؟ خد بالك انا عندي اثنين يوريتر وعندي يورينال بلادر واحده وعندي ايه؟ وعندي يوريثرا واحده. فلو في اوبستراكشن في اليوريثرا ان هي واحده هيعمل باك بريشر اليورين بدل ما ينزل لتحت يرجع لفوق يأفكت الكدني فانكشن او باي لاترال يوريتريك اوبستراكشن. حلو؟ او يوريتريك ستينوزس بايلاترال يوريتريك ستينوز او يوريتريك اوبستراكشن عند الارفس الاوبننج في اليورينري بلادر او في اليورينري بلادر ماس. تمام او ثيكنينج اعمل كومبريشن على اليوريتريك ارفس. يبقى البوست رينال ده عباره ده اللي انت هتسمعه في الطوارئ او هتسمعه مع الناس اللي اسمه الاوبستراكتيف يوروباثي اللي هو الاوبستراكتيف ايه؟ اوبستراكتيف يوروباثي. تمام وده سهل قوي بيشتغل على في الاستقبال. تعمل العيان بيت سايد الترا ساوند لو عيان جاب لك اكيوت كيدني انجن راب ديتيوريشن في كيدني فانكشن شورت تايم. تمام تعمل ابدومن الترا ساوند اكسكلود اوبستراكشن ده سهل. يبقى ده عباره اسمه ايه اوبستراكتيف يوريثرا. اما يوريثرا اوبستراكشن زي استون ماشي او ستينوزس في اليوريثرا ماشي او الكومن اللي بتشوفه في العيان الاخضري اللي هو الايه البناين بروستاتيك هايبرفيزي بناين بروستاتيك او ستونز باي لاتر او العيان لو عنده سنجل كيدني وسنجل يوريدر حصل فيها ايه؟ حصل فيها ستون. في حاجه اسمها ايه؟ عارفين الناس اللي بيجي لهم مايجرين هيك وبياخدوا الميجرانيل. الميجرانيل ده دواء سيء بيعمل حاجه اسمها ريتروبيريتونيال. بيعمل اول حاجه هايبرتنشن. تمام بيعمل ريتروبيريتونيال فايبروز. ريتروبيريتونيال نفس الكلام الراديشن من الابدومن يعمل ريتروبيريتونيال ايه؟ يعمل ريتروبيريتونيال فايبروز. تمام ريتروبيريتونيال فايبروز ده ممكن يشد على اليوريترز يعمل كينكينج لليوريترز. كينكينج لليوريتر ده يعمل لك يوريتريك اوبستراكشن وباك بريشر تشينجز اللي احنا بنقول عليها الايه؟ البوست رينال اوبستراكشن. يبقى ده الكوز بتاع البوست رينال اوبستراكشن سهل عشان لو سالنا فين في الايه في الامتحان سهل وبسيط.
بالظبط، يا سلام يا سلام. جزء من الاي جي جي 4 اوتو اميون ديزيز بيبقى معاهم ريتروبيريتونيال فايبروزس، يبقى معاهم سيالادينيتس، يبقى معاهم بانكرياتيتس، يبقى معاهم اذر اوتو اميون ايه اوتو اميون ديزيز، يبقى معاهم اسوشيتد ريتروبيريتونيال ايه ريتروبيريتونيال فايبروزس. طيب البري رينال، البري رينال بيشمل ديكريز رينال بلاد فلويد. يعني ايه بري رينال؟ يعني في حاجه سيستميك، بلاد فوليوم لوس. بلاد فوليوم لوس اما دايركت بلاد لوس زي الهيموريج. الهيموريج ممكن يبقى اكسترنال او انترنال، عند اي عيان عنده انترنال هيموريج بسبب بيرفوريت فوسكس، او اكسترنال زي الهيماتوريا او الايه الهيماتيموسيس. طيب او فلويد لوس زي البيرن او زي الديهايدريشن زي الفوميتنج والدايريا والبوليوريا. تمام. او الالدرلي اللي ما بياكلوش وبيشربوا كويس اللي هو الايه الديهايدريشن، بنقول عليه العيان جاي لك دايهيدريتد. او العيانين اللي بياخدوا الدياريسز الالدرلي برضو، الهايبرتنسيف مثلا او الهارت فيلير بياخد دايريتك وما بيشربش كويس. تمام. طيب في ناس بتحط الرينال ارتري ستينوزس او الرينال ارتري اوبستراكشن مع الايه مع البري رينال، صح؟ وفي ناس بتحطه مع الايه مع الانترنسك انترنسك انترنسك رينال. الاثنين صح. تمام. انترنسك رينال لان الانتري بتاع الرينال ارتري والافرنت والايفرنت ده جزء من الايه من الرينال سيركيوليشن. او الميجور فيسل ميجور رينال ارتري ده جزء من الايه البري رينال انفولفمنت، وكله ايه كله صح. تمام. طيب ان شاء الله بامر الله يوم الاربعاء احنا هنخلي الايام بتاعتنا لحد الايه الاربعاء عشان اديكم وقت للايه للقرايات على الباقي، مراجعه الباقي يعني. تمام. هناخد بقى الانترنسك رينال ونقول الايه الانفستيجيشن، وناخد بالنا ان ترتيب الانفستيجيشن واحده، ترتيب الانفستيجيشن واحده في الاكيوت والكرونيك والنفروتيك والنفريتيك، في الاكيوت والكرونيك والنفروتيك والايه والنفريتيك. طب والتريتمنت؟ والتريتمنت واحد، والتريتمنت واحد في الاكيوت والكرونيك. يفرق شويه في النفريتيك او النفروتيك ان احنا بنقول ديلينج وزاكوس، لان في كولاجين ديزيز بيبقى انفولد في النفروتيك والنفريتيك. انما الكيدن النفرو هتلاقي الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت كيدني انجري هي نفس الانفستيجيشن بتاعت الايه بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز، هي نفس الانفستيجيشن بتاعت الايه النفروتيك والنفريتيك، هي نفس الانفستيجيشن بتاعت اي حاجه انفولد. ما انا هقول لك على حاجه، العيانين اللي عندهم يورين تراكت انفكشن زي البايلونيفرايتس مثلا، يعني مثلا لو حجزنا عيان بيرن فلايتس نعمل نفس الانفستيجيشن بتاعت الايه بتاعت الاكيوت او كرونيك كيدني ديزيز، ان ده ريسك فاكتور الاكيوت او كرونيك كيدني ديزيز زي ما هنقول المره الجايه. بنعمل ايه؟ بنعمل سي بي سي اس ار سي ار بي كاي بيزك. طيب تو دايجنوز نعمل يورين اناليسيس كلتشر. تمام. ونعمل الترا ساوند على الكيدني، ونعمل كيدني فانكشن تيست، ونعمل ارتيريال او فينوس بلاد جاهز. تمام. ونعمل ايمجنج على الكيدني سواء ابدومين الترا ساوند او سي تي عشان نشوف لو في ستون او في. نفس الكلام اللي بنعمله في الاكيوت كيدني انجري هو نفس الاكيوت كيدني انجري. هقول لك نعمل كيدني فانكشن تيست، ونعمل الكترولايت، ونعمل في بي جي، وبنعمل الايمجنج على الكيدني. تمام. طيب الكرونيك كيدني ديزيز نفس الكلام، الالترا ساوند، الكترولايتس، الكيدني فانكشن تيست، اليورين اناليسيس، كل نفس الكلام، بس هنقولهم بقى بترتيب بعناوين كبيره مرتبه شويه عشان تفتكر الكلام في نفس. اول ما يجي لك عيان اكيوت كيدني انجري الانفستيجيشنز جاهزه، ان هو بيسال كتير في الانفستيجيشنز جاهزه، ترتيبها جاهز، هتكتبها هي في الاكيوت نفس العناوين في الاكيوت وزي الكرونيك زي النفروتيك زي النفريتيك، بس هيبقى فيه بعض الايه التفاصيل المهمه تبقى مختلفه بس من الاكيوت للكرونيك للايه النفروتيك للنفريتيك. ان شاء الله يوم الاربعاء نفس الوقت نمشي واحدة واحدة في النيورو، وواحدة واحدة في الايه في ال
طيب اللي انا قلته من شويه ده عشان ممكن يجيلك سؤال في الامتحان، ايه الباثوفيسيولوجي للاوبستراكتيف نيوروباثي او للبوست رينال؟ ده اللي انا قلته من شويه. ايه الباثوفيسيولوجي للبري رينال؟ احنا قلنا من شويه بيقل البلاد فوليوم وبالتالي يقل البلاد فلو للايه. طيب المهم قوي اللي بتسال، احنا هنقول المره الجايه الاكيوت تيوبولر نيكروزس، الكوزس بتاع الاكيوت تيوبولر نيكروزس. احنا قلنا دلوقتي ان الاكيوت الانترنسيك رينال او الرينال نفسه اما ارتري او جلوميرولر او توبيول او انترستيشن. تمام. المهم جدا اكيوت تيوبولر نيكروزس اللي بتشوف كتير اكيوت تيوبولر نيكروزس، الايتيولوجي والباثوفيسيولوجي. لا اصلا ممكن كان زمان بيجيبك الجيف ان اكاونت يقول لك بس اكيوت تيوبولر نيكروز. تمام. فان شاء الله باذن الله يوم الاربع في نفس الوقت نتقابل كده نتسلى في النفرو والايه والنيور، ان شاء الله نخلصهم على اول اسبوع في شهر 9 باذن الله تعالى.